دقات على جراس لا يجل مهرجان يا منقيا لا يجل. والله أنا جاي تخبر نهاية أسبوع تمشية يعني، ولا المهرجان يعني مهرجان على مستوى دولي، وأكيد أن نهاية الأسبوع بيكون من ضمن الجدول. عندي المقاضي للمطبخ العزبة وخلصها وماشي إن شاء الله. شريت الأغراض داخل هناك، خذت منديل، منديل لازم نمسح ولا سجينه. الله الله. من زوار المهرجان؟ إيه نعم. كيف تشوف المهرجان؟ والله مهرجان دي السنة غير متطور، لا تطور بإذن الله. أكثر شيء عجبك؟ الترتيب والشغل والمنصة، ترتيب العسكر. حضرت المدرجات؟ اي نعم. كيف العرض؟ العرض والله شيء مرة رائع مرة. ما اشوفك شرج. وين؟ دوبي داخل الحين وسكتني انت. لا من اليوم اشوفك تدور داخل البقاء. لا والله ما شريت الحين، ابي اشتري وتشوف. ان شاء الله بحب. شوف تشتري؟ وين؟ والله فيها مواد غذائية وفيها موية. وش غداكم اليوم؟ وين؟ غداكم وش؟ انا نطبخ قدام، الله يحييك طال عمرك. لا اكيد وشو علمني. وين هبعلمك بس فطح مربد. ابشر باللي تبعه من اخوك، ابشر باللي تبعه. كوليسترول مره نعطيك مفلل الكوليسترول عندك. والله شارع طعمك تمشي وناسه استانس فيه طعمك. لا معنا بل ما البل، لكن توشي ما اخذنا خيمه مع الخيم. الله الله. الحين ايام الايام الاجازه من الاجازه بس. الله الله. كيف تشوف شارع الدان؟ والله اشوف طعمك يعني ممتاز، مرتب وكل شيء فيه، خدمات كلها فيه. شريت من شارع الدان؟ والله ما شريت شيء الحين، تو بعد قضيت فتره العصر ان شاء الله. اليوم اشوفك تدور بشارع الدان ولا شريت شيء؟ والله ما شريت شيء. طيب احنا غدا الشباب معي شراك. والله المهرجان طيب، ونشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ولي عهده محمد بن سلمان وطول الله اعمارهم. والله المهرجان زين طيب، واول مره نزوره ونسمع به، بس احنا اول مره نزوره، وما شاء الله الاجواء طيبه وان شاء الله مشاركين. مشاركين فيه؟ مشاركين في المفاريد. البال بعد دقات على جراس.